الرئيس السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم على هامش انعقاد معرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022. خلال افتتاح معرض إيجيبس 2022، الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد إنفاق 400 مليار دولار لتطوير البنية التحتية في 7 سنوات. أبو الغيط يشدد على أهمية التوافق السياسي الليبي باعتباره الضمانة الحقيقية للحفاظ على الاستقرار. 3 مساء في القاهرة، 1 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر وأكد ترحيبها بتطوير علاقات التعاون المشترك مع شركة بريتش بتروليوم بي بي نظرا للتاريخ الممتد للشركة وسوابق نشاطها في مصر. جاء ذلك خلال استقبال السيد الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم برنارد روني، وذلك على هامش انعقاد معرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول بحث تطوير التعاون المشترك مع شركة بي بي، والتي تعد من أكبر منتجي النفط في مصر، فضلا عن استعراض موقف أعمال الشركة القائمة وخططها الاستثمارية. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة التنسيق والتعاون مع الشركة البريطانية وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها، بهدف الاستمرار في تعزيز جهود أبحاث واكتشافات وإنتاج البترول في مصر. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدير مصر لحجم أنشطة واستثمارات شركة أباتشي الأمريكية في مصر، والتي تسهم بشكل كبير في عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لجون كريستمان رئيس مجلس إدارة شركة أباتشي الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول، وذلك بحضور وزير البترول والثروات المعدنية طارق الملا، وذلك على هامش انعقاد معرض مصر الدولي للبترول إيجيبس. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تطرق لتطلع مصر لتعزيز أنشطة شركة أباتشي واستثماراتها في مصر، سعيا لزيادة الاستكشافات في مجال الغاز والبترول، ولتعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة، وذلك في إطار عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في جميع المجالات. إلى ذلك، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022 في دورته الخامسة. ويعقد المؤتمر بمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية. وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مصافحة أحد الحضور من ذوي الاحتياجات الخاصة في افتتاح المؤتمر. ويعد معرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022 أكبر وأهم تجمع دولي وإقليمي لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال إفريقيا والبحر المتوسط. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر أنفقت حوالي 400 مليار دولار لتطوير مشروعات البنية التحتية خلال السنوات 7 الماضية، مشيرا إلى أن مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تطوير الأوضاع المعيشية للريف المصري تتكلف حوالي 40 مليار دولار. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في مداخلة خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022 إنه لكي تتحول مصر لمركز أو محطة للطاقة، كان لزاما أن تكون شبكة الكهرباء والتوزيع قادرة على استيعاب النقل لدول مثل ليبيا والسودان والأردن. إحنا في مصر لما كلمنا خلال 7 سنوات اللي فاتوا دول، قمنا بمشروعات للبنية الأساسية اتكلفت 400 مليار دولار،
وحياة كريمة اللي ذكرت دلوقتي سواء من الدكتور طارق أو من الدكتورة أماني، ده بتكلفنا هتكلفنا 40 مليار دولار عشان نقدر نقول إن إحنا بنضع نفسينا في مجال مناسب. لو عايز تقارن دولة زي، من غير ما أجيب أسماء، عايز أقارن دولة زي مصر عشان أنا أقدر أكون يعني محطة أو مركز للطاقة، طاقة الكهرباء على سبيل المثال، كان لابد أن يكون شبكة الكهرباء في مصر وشبكة النقل بتاعتها والتحكم فيها والإنتاج قادرة على استيعاب النقل لينا، لدولة زي ليبيا، لدولة زي السودان، لدولة زي إسرائيل، لدولة زي الأردن، لدولة زي السعودية. وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مداخلة له على أن قارة إفريقيا كانت متأخرة عن التقدم الإنساني لأسباب تاريخية، وأشار الرئيس السيسي إلى أنه لا يجب أن تدفع الدول الإفريقية ثمن الآثار التي نجمت عن الاستعمار واستغلال مواردها مرة أخرى. إفريقيا الأسباب التاريخية كانت دايما متأخرة، ولما وصلت لمرحلة يعني التقدم الإنساني اللي حصل في العالم كله كان دايما في أفريقيا، وإحنا جزء منها كنا دايما متأخرين، وبالتالي التمن ده مش ممكن هنفضل كدول إفريقية نفضل ندفعه. مش معقول إن يكون إحنا ندفع هذا التمن، كدول إفريقية تدفع تمن الآثار اللي كانت نجمت عن الفترة اللي كان فيها تواجد استعماري في القارة واستغلال مواردها لسنوات طويلة جدا، وبالتالي القارة بقت يعني بمنتهى التواضع كده هي أقل قارات العالم تقريبا تقدما، وأكثر قارات العالم يمكن محدودية دخلها، وحجم الفقر والجهل والتخلف اللي موجود حجم ضخم جدا. أنا مش هتكلم بالمسار اللي انتوا كلمتوا بيه بالظبط، يعني الدكتورة اتكلمت على ان في نص سكان القارة ما عندهمش طاقة، وفي 400 ألف بيموتوا نتيجة استخدام الخشب ومواد أولية جدا جدا في الإشعال. تفتكروا دول زي كده تفتكروا هي تستطيع أن تتعامل مع مطالب الطاقة الجديدة والمتجددة؟ وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدول الإفريقية ليست مستعدة حتى الآن لجذب استثمارات الطاقة الجديدة بسبب الصراعات وعدم الاستقرار. كما شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة دعم إفريقيا اقتصاديا وبإتاحة الفرصة لتحويلها إلى قارة غنية عبر الاستفادة من مواردها المتاحة. من 50 دولة إفريقية تفتكر أن هي جاهزة لتنفيذ التزامات الطاقة الجديدة داخل 20-30 سنة القادمة؟ ده أرض تتابعه عدم الاستقرار اللي موجود في قارتنا، وحالة وتنامي الإرهاب والتطرف اللي موجود في قارتنا، ده ناجم عن إيه؟ ده ناجم عن قدرات محدودة. ده محتاج مننا إن إحنا ننظر لإفريقيا مش فقط من إن إحنا نعطي فترة انتقالية أكبر للقارة الإفريقية، لا، احنا المفروض ان احنا، بقول تاني، لاسباب اخلاقيه وانسانيه واقتصاديه. حد يقول لي اقتصاديه انك انت تدعم تقوي قدره القاره الافريقيه، اقول لك ايوه، انت هتحول سوق افريقي في مليار، وخلال ال 20-30 سنه القادمين هيصل الى مليار ونص، مليار و500 مليون، من اكبر القارات في هتبقى من اكبر القارات اللي فيها نسبه السكان بعد اسيا. انت هتحولهم الى سوق غني يقدر يشتري منتجات العالم الصناعي اللي موجود دلوقتي. احنا سوق صحيح، بس سوقنا مش غني، لان احنا قدراتنا كدول قدرات متواضعه. فانا النهارده لو انا جيت كشركات بترول، هو البترول والغاز يساوي ايه؟ يساوي المال. طب انت بتحرمني من المال المتاح ليا دلوقتي في ارضي، بعد انت يا يعني ما خدت الكلام ده على مدار الخمسين ستين سبعين سنة اللي فاتوا وتغنيت انت وانا زي ما انا.
وأبدى الرئيس السيسي تطلعه بأن يخرج مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ كوب 27 والمقرر عقده في شرم الشيخ نهاية العام الجاري بقرارات موضوعية ومتوازنة وعادلة حتى لا يتحمل الأفارقة نتائج الظروف التي مروا بها مرة أخرى. لفت الرئيس عبد الفتاح السيسي في مداخلة له خلال مؤتمر إيجيبس 2022 على أن المواطن المصري لم يكن يتجاوب مع خطة الإصلاح الاقتصادي في الماضي، ولكنه تجاوب الآن عندما لمس جدية من الدولة في تنفيذ الإصلاحات. عشان نتكلم على إفريقيا فيما يخص مؤتمر المناخ القادم، أنت سألت سؤال مهم قوي في الآخر، قلت أنت بتتوقع أو تتمنى المؤتمر يخرج بإيه، فهو قال أنا بضيف بقول قرارات موضوعية متوازنة وعادلة حتى لا يدفع الأفارقة مرتين فاتورة الظروف اللي مروا بيها. ما ينفعش. البنية الأساسية للقارة الإفريقية عشان تتعمل، وأنا هنا بتكلم عن تجربة مصرية خالصة خلال السبع سنين اللي فاتوا، عشان توصل لحالة الرضا اللي تديها للمواطن في مصر، أنا بتكلم صرفنا ما يقرب من 400 مليار دولار. بالمناسبة في أي وقت من الأوقات كنا بنحاول نعمل إصلاح اقتصادي حقيقي كان المواطن المصري ما عندوش استعداد يتجاوب معانا، لكن لما وجد النتائج والآثار بتاعة البنية اللي أنا بتكلم عليها دي تحمل آثار اقتصادية صعبة. وفي ذات السياق أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه عند بدء جائحة كورونا تم التعامل معها بشكل علمي لتكون مصر من الدول القليلة في العالم التي حققت نموا إيجابيا في هذه الظروف. وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العمل لم يتوقف مع اتخاذ إجراءات احترازية وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية. إحنا لما جت الجائحة العالم كله تصور نهاية الدنيا، احنا ما تصورناش انها نهاية الدنيا، لان احنا عارفين ان الدنيا مش هتنتهي بالطريقة دي، وعارفين ان قدرات الانسان العلمية، هذا العقل الجبار اللي ربنا وهبه للانسان دونا عن المخلوقات كلها، قادر على التغلب على اي امر موجود فيه، وتعاملنا عشان كده، ويمكن احنا من الدول القليلة في العالم اللي حققت نمو اقتصادي ايجابي في الظروف اللي احنا فيها. لم نتوقف، اخذنا اجراءات احترازية وتعاملنا مع الجائحة بالمعايير اللي منظمة الصحة العالمية شرحتها لنا وتحركنا فيها، لكن لم نتوقف لحظة عن العمل. ما كانش فيه جديد، يعني قبل الجائحة زي بعد الجائحة بالنسبة لنا. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة وزارية حوارية حول وضع رؤية موحدة لتحول الطاقة بإفريقيا وجهود مكافحة تغيير المناخ بالقارة، ذلك استعدادا لقمة المناخ كوب 27 خلال فعاليات افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022 في دورته الخامسة. وأدار الجلسة الوزارية الحوارية جون ديفتريوس المذيع بقناة CNN، وذلك بمشاركة كل من وزير المناجم والمحروقات بجمهورية غينيا الاستوائية ووزير الدولة للموارد البترولية بنيجيريا ومفوض البنية التحتية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة بمفوضية الاتحاد الإفريقي ووزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا. للمزيد من التفاصيل عن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس في دورته الخامسة تنضم إلينا مراسلة التلفزيون المصرية جيرمين إبراهيم. أهلا بك جيرمين، نحن أمام أكبر وأهم تجمع دولي وإقليمي لصناعة البترول والغاز في منطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط، ضعينا في أهمية هذا التجمع بالنسبة للحضور، بالنسبة للأجندة التي يتناقش فيها المجتمعون والحاضرون لديك، تفضلي.
نعم، بعد التحية نتابع معكم فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول إيجيبس. هذا المعرض والمؤتمر الذي كما ذكرت هو تجمع كبير لعدد من الوزراء وأيضا الشركات العالمية والمحلية إلى جانب خبراء الطاقة. صباح اليوم انطلقت فعاليات هذا المعرض والمؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أكد يعني في عدد من التصريحات الهامة كما تبعناها معكم ما يتعلق بيعني مستقبل القارة الأفريقية وأيضا أهمية التكاتف بين مختلف الدول لتحقيق يعني إنجازات في مجال الطاقة، خاصة أنه كما صرح الرئيس أنه أفريقيا تحتاج إلى مزيد من الوقت لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا المجال، وأنه أفريقيا بتواجه مشاكل في جذب الاستثمارات نظرا لوجود صراعات وعدم استقرار داخل القارة الأفريقية. وأكد أيضا في يعني نفس الوقت أنه مصر قامت بصرف أكثر من 400 مليار دولار على البنية التحتية، وكانت من الدول القليلة التي حققت يعني نموا إيجابيا، وهذا بيترجم أيضا في مجال البترول والطاقة. نحن نتحدث أن صادرات البترول زادت بمقدار 13 مليار دولار خلال عام 2021، وهو يؤكد على النمو الإيجابي الذي حققته مصر في مختلف المجالات وخاصة في مجال البترول والطاقة. وهو أيضا ما أكده وزير البترول طارق الملا في كلمته صباح اليوم، وأكد أيضا على أهمية وجود مبادرات عابرة للقارة الأفريقية من أجل تحقيق التعاون والتكاتف بين مختلف القارة. إذا عدنا بالحديث عن المعرض والمؤتمر وتفاصيله يعني كما ذكرت في سؤالك، فهذا المعرض والمؤتمر يقام بمشاركة وزارية واسعة. نحن نتحدث عن يعني أكثر من 11 وزيرا، وبينما نتحدث الآن هناك عدد من الجلسات الحوارية التي تقام بمشاركة وزارية من طبعا بالطبع مصر، وهي الدولة المستضيفة لهذا المعرض والمؤتمر، إلى جانب دول عمان، الأردن، قبرص، اليونان، الإمارات. كل هذه الجلسات بتقام بمشاركة وزارية. أيضا المعرض هذا العام بيستهدف يعني جذب أكثر من 26 ألف مشارك و25 شركة، أيضا أكثر من 260 متحدثا في 70 جلسة حوارية تقام على مدار المؤتمر الذي انطلق اليوم ويمتد حتى يوم 16 من فبراير الجاري. نتحدث أيضا عن أكثر من 400 شركة عارضة إلى جانب سبع أجنحة في المعرض الموازي لهذا المؤتمر. الجلسات التي تقام بتتحدث عن في المقام الأول التعافي في مجال الطاقة، إلى جانب أيضا عدد من القضايا التي تخص البترول والطاقة كوقود الهيدروجين والمناخ والغاز المضغوط، إلى جانب جلسات خاصة بتمكين المرأة في مجال الطاقة، وأيضا برامج لتدريب الشباب. أيضا المؤتمر يقوم بمنح جوائز للأبحاث والابتكارات المتميزة في هذا المجال. كما أكد يعني وزير البترول أنه في كلمته منذ قليل أن هذا المؤتمر والمعرض له أهمية خاصة مع يعني توجه مصر للتكاتف الدولي، خاصة مع قرب استضافتها. تتحدثين عن واقع مصري مختلف متطور، خاصة فيما يتعلق بمنظومة الطاقة والغاز والبترول في مصر. كيف تابع الحاضرون هذا التغير، هذا التطوير؟ يعني ما هي ردود أفعالهم؟ ما هي طموحاتهم؟ هل من شراكات مستقبلية بين مصر وعدد من دول مختلفة في هذا القطاع الذي أصبح حيوي جدا في مصر؟ تفضلي. نعم بالفعل، يعني منذ قليل قبل بداية الجلسات الحوارية كان هناك توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين عدد من الدول والشركات أيضا بين مصر ودول مختلفة يعني في إطار هذا التعاون. يعني وخاصة نحن نتحدث كما ذكر الرئيس أن هناك تباين واختلاف داخل القارة الأفريقية فيما يتعلق بملف الطاقة، فحتى الآن هناك عدد من الدول مازالت تعاني. شكرا جزيلا جرمين إبراهيم على هذه المتابعة والتفاصيل.
نجدد التحية على حضراتكم مشاهدينا الكرام، وما زلنا مع إيجيبس 2022، حيث أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن مؤتمر ومعرض إيجيبس للبترول أصبح نافذة لصناعة البترول والغاز لمصر وشمال إفريقيا والشرق المتوسط، حيث أصبح خلال السنوات القليلة الماضية قبلة وتاريخا مهما على الأجندة الدولية للطاقة. استعرض الملا في كلمته خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول أبرز الإنجازات لقطاع البترول خلال العامين الماضيين. يعد من أبرز الإنجازات خلال العامين الماضيين 2020 و2021 ارتفاع صادرات قطاع البترول المصري خلال عام 2021 بنسبة 85% لتصل إلى حوالي 13 مليار دولار، تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي بدءا من عام 2020 لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز، حيث بلغ الفائض عام 2021 حوالي 2.9 مليار دولار. نجح قطاع البترول في توقيع 37 اتفاقية بترولية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى يصل إلى 8.1 مليار دولار، وتمكننا من جذب عدد من الشركات البترولية العالمية الكبرى لأول مرة في مجال البحث والاستكشاف. استمرت معدلات توصيل الغاز الطبيعي عند مستوى حوالي 1.2 مليون وحدة سكنية سنويا للعام الثالث على التوالي بالرغم من الجائحة، حيث وصل إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تعمل بالغاز الطبيعي حاليا أكثر من 13 مليون وحدة وتصل إلى 13.5 مليون وحدة في يونيو القادم. للاقتراب أكثر من المشهد ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع. بداية تحية لك أستاذ أكرم، يعني التغير المناخي ونحن في انتظار كوب 27 في نهاية هذا العام الجاري، كيف يمهد أو يساهم إيجيبس 2022 لهذا المؤتمر القادم؟ هو طبعا الحقيقه انه الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلاسكو كان واضح جدا وكان يحمل رساله مصر وافريقيا الى الدول المتقدمه والصناعيه فيما يتعلق بتغير المناخ. وقضيه تغير المناخ على مدى السنوات الاخيره لم تصبح مجرد قضيه طرفيه او هامشيه، لكنها قضيه رئيسيه لانها تتعلق بغذاء الانسان وكسائه وحياته وصحته وصحه البشر. والحقيقه انه استضافه مصر لكوب 27 في مؤتمر تغير المناخ وكلمة مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في جلاسكو كانت واضحة جدا انه دول افريقيا اللي بتطلق 2% فقط من الانبعاثات الحرارية بتدفع الثمن غالي جدا لنتائج عمل الدول الصناعية الكبرى اللي بتطلق اكثر من 60% او 50% من الانبعاثات الحرارية في العالم واللي بتؤدي لارتفاع درجة الحرارة وذوبان الجلود وتلوث البحار والمحيطات. تغير مناخ. ويمكن الرئيس في محيط واحد قبل أيام أطلق برضه من فرنسا رسائل في هذا الاتجاه، أهمية الحفاظ على 70% من الكرة الأرضية بحار ومحيطات، مهم إنه يتم بنستفيد بها في التجارة في الثروة السمكية في الثروة المعدنية في حياة البشر، وبالتالي أي تأثر بيأثر فيه. من هنا الحقيقه كلمه الرئيس النهارده في المؤتمر كانت واضحه ومؤكده لما سبق ان اطلقه، وهي رساله مهمه جدا ان القاره الافريقيه بتعاني من مشاكل كثيره في الطاقه، نصف سكان القاره تقريبا بدون طاقه، في 400,000 بيموتوا سنويا باستخدام الفحم والخشب والطرق الاوليه والبدائيه في الاشعال، وبالتالي من حق هذه القاره أن هي تجد طريقها للتنمية والبنية الأساسية وأنها تدخل في الطاقة النظيفة ولديها ثروات محتاجة تكنولوجيا وتقنية توظف هذا الأمر، فالطاقة الجديدة والمتجددة محتاجة. كوب 27 كان فيه تأكيد لفكرة أن الدول الصناعية الكبرى لازم تدفع الـ 100 مليار اللي هي تعهدت بيها في مؤتمرات سابقة لمساعدة دول أفريقيا ودول العالم الثالث على أنها تتجاوز التغير المناخي، خاصة وأن هم كانوا السبب في هذا الأمر. ويمكن الرئيس تحدث ازاي انه على مدى عقود كانت هذه الدول بتستفيد من القاره الافريقيه، وازاي هذه القاره الاكثر سكانا والاكثر اتساعا بتعاني من فقر وسكانها يفتقدوا الى خدمات صحيه او تعليميه او
او بيتعايد يعاني من الفقر والجوع. نعم. الحقيقه الرسائل دي في غايه الاهميه، واظن قمه المناخ اللي هتعقد في شرم الشيخ في نوفمبر القادم ستكون مهمه جدا للتاكيد على هذه المطالب والتاكيد على حق افريقيا ودول العالم الثالث في التنميه، وحق افريقيا كقاره دفعت اثمان غاليه على مدى عقود مع الاستعمار ومع نهب ثرواتها ومع غيره. والحقيقه الرئيس بيقدم صوره مهمه لاستمرار لسياقات دعم الاستقلال، ان الفكره ما بقاش استقلال هذه الدول فقط لكن حقها انها تسترجع حقوقها فيما يتعلق بالتنميه، يعني فيما يتعلق بالبنيه الاساسيه، بالطاقه النظيفه، بانه كمان يبقى الناس لما تلاقي طاقه تقدر تعمل مشروعات صناعيه وزراعيه وغيره، وبالتالي ده ينعكس على التنميه ويوقف الهجره غير الشرعيه ويوقف التطرف ويوقف الارهاب. الحقيقه ده كلام مهم ويربط بعضه، ودي رؤيه مصر دائما في هذا السياق. يعني أستاذ أكرم، بمداخلة السيد الرئيس خلال الجلسة الحوارية، الحقيقة ركز على أكثر من نقطة عن أهمية نقل الطاقة وصعوبتها، وأخذ مصر كمثال في هذا، وأيضا إنجازات مصر في قطاع البترول والطاقة. الأكثر أهمية وأكثر تركيز كان كما ذكرت حضرتك يعني على إفريقيا، وأهمية إعطاء الفرصة الكاملة لإفريقيا، وأنها تعيش يعني مرحلة انتقالية كاملة، تأخذ يعني حقها الكامل في المرحلة الانتقالية لتواكب الدول المختلفة. يعني مدى قيمة هذه الرسالة والتأكيد على إفريقيا؟ مش رسالة واحدة، الحقيقة رسالة استمرار للرسائل منذ جلاسكو وقبل جلاسكو. نعم. دي كلام مهم، ويمكن الرئيس كمان استعرض تجربة مصر والمشاركين الأجانب اعترضوا، يعني اعترفوا بأنه مصر حققت قفزه ما يشبه المعجزه فيما يتعلق من نقص الطاقه الى الاتجاه الى الطاقه الكهربائيه. ومصر الحقيقه بتحز حزم مهم جدا في هذا السياق، لانها بتتجه الى الغاز والى الطاقه النظيفه والى ادوات النقل، او النقل العام تبقى بالكهرباء، التوسع في المترو، في القطارات الكهرباء، في السيارات النظيفه، وبتدعم كمان استبدال السيارات، وبتدعم ده من يريد ان يتحرك في هذا السياق. كل دي خطوات مهمة، تجربة مصر هنا مهمة، والحقيقة الرئيس كمان يعني أكد على فكرة تجربة مصر فيما يتعلق بحياة كريمة، بمواجهة الطاقة، بالطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة. يعني مصر تعمل كمان لتقليل الانبعاث الحراري، للاتجاه أكثر للكهرباء والطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر. كل دي طبعا كلام مهم جدا فيما يتعلق بهذا السياق. يعني نعم، الأستاذ أكرم القصاص الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك. وخلال الجلسة الحوارية استعرضت أماني أبو زيد مفوضة البنية التحتية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة بمفوضية الاتحاد الإفريقي بعض الأرقام حول الطاقة داخل القارة الإفريقية. وأشارت المفوضة الإفريقية للطاقة أن 600 مليون إفريقي يفتقدون الكهرباء، و400 ألف يموتون نتيجة استنشاق الغازات الضارة. كما أشادت المفوضة الإفريقية للطاقة باستخدامات الطاقة النظيفة ضمن مبادرة حياة كريمة. الغاز عندنا 17 دولة في القارة تنتج الغاز الطبيعي، عندنا 70% من البترول الإفريقي يتم تصديره ولا يستفاد به حتى في الصناعات التحويلية محليا، لا يستفاد به حتى في النفاذ للطاقة. 45% من الغاز الطبيعي في القارة أيضا يصدر بدون تحويل، وإذا والغاز يمثل 5% فقط في المكون أو خلطة الطاقة أو الانرجي ميكس زي ما بيقولوا عليها. إذا احنا محتاجين لإعادة النظر بشكل قوي جدا وسريع لإحداث قفزة كبيرة في عملية النفاذ للطاقة، وليس فقط للإضاءة أو الاستخدامات المنزلية ولكن للصناعة والتصنيع، وهي أمر هام، وخصوصا أن القارة الإفريقية الأسرع نموا سكانيا وأيضا الأسرع نموا في موضوع الانتقال إلى المدن. أكد الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أن مؤتمر إيجيبس 2022 يعقد في لحظة فارقة لمصر وإفريقيا والعالم أجمع فيما يتعلق بملفي الطاقة وتغيير المناخ. وأشاد رئيس وكالة الطاقة الدولية خلال كلمته بمؤتمر إيجيبس 2022 بما حققته مصر على مدى السنوات الماضية باعتباره أمر ملفت ومبهر. كذلك لفت بيرول إلى أن اختيار مصر
لاستضافة قمة المناخ مسؤولية كبيرة هي أهل لها. كذلك أعرب الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية عن تطلعه لانضمام مصر للوكالة الدولية للطاقة كعضو مشارك. أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن العلاقات السياسية المصرية البحرينية تعكس عمقا خاصا ينعكس بدوره على العلاقات بين الشعبين الشقيقين. جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب خلال زيارته الحالية للبحرين ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد بن عيسى الخليفة. وخلال اللقاء أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بجهود ولي عهد البحرين النوعية والمتميزة في عدد من القضايا ذات الأهمية القصوى مثل التنمية الاقتصادية والاستثمار وحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. من جانبه أعرب الأمير سلمان عن بالغ تقديره لتلك الزيارة مؤكدا أن العلاقات المصرية البحرينية تتمتع بوضعية متفردة في ضوء التنسيق على الأصعدة كافة. قدم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا مفصلا لمجلسي النواب والشيوخ حول تقدم أعمال برنامج الحكومة خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021. أشار مدبولي في التقرير إلى أن السياسات التي انتهجتها الحكومة لا سيما برنامج الإصلاح الاقتصادي المطبق منذ أواخر 2016 قد أسهم بشكل حقيقي وفعال في تجاوز مصر لتداعيات أزمة كورونا. كما أكد مدبولي أن الحكومة حرصت من خلال برنامج عملها على إيلاء القطاع الصحي جانبا كبيرا من الاهتمام والجهد المبذول، ما انعكس بشكل إيجابي على تماسك المنظومة الصحية في الدولة لمواجهة الأزمة. وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون والتنسيق التام بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه في ظل ظروف وتحديات غير مسبوقة، موجها الشكر لجميع أعضاء السلطة التشريعية. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مشروعات الوزارة خلال العام الجاري 2022. وخلال اللقاء أشاد رئيس الوزراء بجهود وزارة التعاون الدولي على مدار الفترة الماضية في حشد دعم شركاء التنمية الدوليين للمشروعات القومية التي تتبناها الدولة المصرية. من جانبها أشارت الوزيرة إلى استمرار الترويج لمبادرة حياة كريمة عبر المحافل الدولية والمؤتمرات ذات الصلة وبتفعيل آليات الدبلوماسية الاقتصادية. التقى وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة رقم 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ كوب 27 الأمينة التنفيذية للاتفاقية باتريسيا إسبينوزا، وذلك في مدينة بون الألمانية. ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للمؤتمر وبحث تعزيز العمل الدولي لمواجهة تغيير المناخ. أكدت مساعدة وزير الخارجية مديرة إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية السفيرة سهى جندي الأهمية التي توليها مصر لقمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وللشراكة الاستراتيجية بين القارتين. جاء ذلك خلال استقبالها للمبعوث الفرنسي للقمة ألان هوليفيل، حيث تناول اللقاء مناقشة المسائل المتعلقة بقمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي القادمة المقرر عقدها في بروكسل يومي 17 و18 من فبراير الجاري، والتنسيق بشأن مخرجاتها مع مصر باعتبارها إحدى أكبر الدول الإفريقية الفاعلة في القارة. من جانبه أكد هوليفيل دور مصر المحوري في القارة الإفريقية وبضرورة التنسيق الجاد والمستمر بين البلدين في ضوء رئاسة بلاده الحالية للاتحاد الأوروبي. The
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أهمية قيام جميع الأطراف الليبية بالعمل من أجل التوصل إلى توافق سياسي بالمرحلة المقبلة باعتبار ذلك الضمانة الحقيقية للحفاظ على الاستقرار في البلاد. شدد أبو الغيط على ضرورة دعم المجتمع الدولي لكل ما من شأنه تعزيز وحدة الدولة الليبية والحفاظ على الاستقرار بها والعمل على عقد الانتخابات التي تجدد شرعية المؤسسات وتعكس الإرادة الحرة للليبيين. كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة عن خطة تحت اسم عودة الأمانة للشعب سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة وتهدف إلى انطلاق العملية الانتخابية. وخلال اجتماع لمجلس الوزراء نوه دبيبة بالقرار الصادر بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزيرة العدل تتولى اختيار فريق قانوني وطني مستقل لصياغة مقترح قانون الانتخابات وذلك لانطلاق العملية الانتخابية في يونيو المقبل. أجد من المهم أن أنوه للقرار الصادر بتشكيل لجنة وزارية برئاسة السيدة وزيرة العدل تتولى اختيار فريق قانوني وطني مستقل لصياغة مقترح قانون الانتخابات، وأعتقد أعلنت عليه في السابق، ضمن خطة عودة الأمانة للشعب والتي سنعلن عنها في نهاية هذا الأسبوع، وذلك لانطلاق العملية الانتخابية في يونيو القادم بعون الله. إن صياغة مشروعات القوانين هو اختصاص قائم لمجلس الوزراء، مجلسكم هو مختص بتقديم وصياغة القوانين، وستتضمن خطة عودة الأمانة للشعب تفصيلا واضحا في مسار إقراره أو إقرار هذا القانون، فلن نرهن مستقبلنا مرة أخرى في من فقدوا أهليتهم الوطنية وعطلوا الانتخابات وهم لا يعملون إلا للتمديد لأنفسهم. من جهته أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا أنه بدأ مشاورات تشكيل الحكومة مع مختلف الأطراف والمناطق مجددا التزامه بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال باشاغا في كلمة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي أن المشاورات سوف تضمن المشاركة السياسية الفاعلة من جميع الأطراف، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم تشكيلة الحكومة لمجلس النواب في الزمن المحدد. نشدد على أهمية إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة ولأجل الشفافية وضمان المصداقية، أجدد إعلاني صراحة تعهدي والتزامي بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. أبناء وطني في الجنوب والشرق والغرب، لقد كلفت بتشكيل الحكومة الليبية المقبلة، وهذه الأمانة ثقيلة وجسيمة، لن أقوى على حملها إلا بدعمكم ومؤازرتكم، وقد بدأت فعلا في إجراءات المشاورات اللازمة مع جميع الأطراف. لدينا مشاورات يومية مع مجلس النواب ومجلس الدولة. وإلى اليمن، حيث أعلن التحالف العربي عن شن ضربات جوية استهدفت تمركزات لقوات الحوثي شمال صنعاء. وأوضح التحالف العربي أنه تم تدمير منظومة اتصالات تستخدم لتشغيل محطات اتصالات أمامية للتحكم بالمسيرات بالعاصمة صنعاء، مشيرا إلى أن قوات الحوثي تستخدم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء لدعم العمليات العدائية. نتحول إلى كورونا وإلى تطوراته، حيث انخفضت أعداد الإصابات بفيروس كورونا بشكل طفيف في ألمانيا في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة لتخفيف القيود المفروضة لمكافحة الفيروس في الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا.
ومن المقرر أن يجتمع المستشار الألماني ورؤساء الولايات الاتحادية بعد غد الأربعاء لمناقشة إمكانية تخفيف القيود. وأظهرت مسودة الاجتماع أن من بين الخطوات المحتملة إلغاء إلزام المتسوقين بمتاجر السلع غير الضرورية بإبراز شهادة تفيد بتلقي التطعيم أو نتيجة فحص سلبية. في نيوزيلندا استخدمت السلطات مكبرات الصوت لإرغام المتظاهرين على مغادرة حديقة مبنى البرلمان، حيث يخيمون منذ 6 أيام رفضا للقاحات كورونا. ويعارض المتظاهرون الإجراءات الصارمة التي فرضتها الحكومة ويطالبون بإنهاء التطعيم المطلوب للأشخاص العاملين في قطاعات معينة مثل الصحة. لم يتمكن إعصار دوفي الذي تسبب بانقطاع في التيار الكهربائي وبانزلاقات للتربة وبعمليات إجلاء في أنحاء نيوزيلندا من ردع المتظاهرين المناهضين للقاحات كوفيد-19 الذين يخيمون خارج البرلمان منذ 6 أيام. السلطات في نيوزيلندا استخدمت الموسيقى الصاخبة ومكبرات الصوت لإرغام المتظاهرين على مغادرة حديقة مبنى البرلمان حيث يخيمون دون نتيجة. وحتى العرض الذي قدمه لهم المغني البريطاني جيمس بلاند من أجل التفاوض فشل في إنهاء المأزق الذي وجدت سلطات ولينغتون نفسها فيه. نائب رئيس الوزراء جراند روبرتسون أقر بأن لكل مواطن نيوزيلندي الحق في الاحتجاج السلمي، لكنه قال إن هؤلاء المتظاهرين ذهبوا إلى ما هو أبعد من هذا الحق بكثير. وعلى غرار سائق الشاحنات الكنديين الذين تسببوا بشل العاصمة أوتاوا، يعارض المتظاهرون النيوزيلنديون الإجراءات الصارمة لمكافحة كوفيد التي فرضتها الحكومة، ويطالبون بإنهاء التطعيم المطلوب للأشخاص العاملين في قطاعات معينة مثل الصحة. ويبدو أن عزيمتهم زادت بعد تدخل الشرطة واعتقال 122 شخصا. منذ ذلك الحين لم تعد الشرطة تلجأ إلى الاعتقالات، وحاولت السلطات ثني المحتجين باستخدام خراطيم المياه، ولكن حتى قبل وصول إعصار دوفي استحالت المساحات المحيطة بالبرلمان مستنقعا شاسعا، وأغلقت الكثير من الطرق بسبب الانهيارات الطينية ومياه الفيضانات، كما تم إخلاء الكثير من المنازل الواقعة شمال ولينغتون. نتحول إلى ملف الأزمة الأوكرانية، حيث دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نظيره الأمريكي جو بايدن إلى زيارة العاصمة الأوكرانية كييف خلال الأيام المقبلة. أعرب الرئيس الأوكراني عن اقتناعه بأن وصول بايدن إلى كييف من شأنه أن يسهم في وقف التصعيد. وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية أن زيلينسكي أكد لبايدن خلال اتصال هاتفي أن كييف ومدن أخرى تخضع لحماية موثقة، كما أشار إلى أن الجانب الأوكراني يتفهم جميع المخاطر الحالية ومستعد لأي تطورات. Of the war on the east of our country in 2014. That's why I'm now I have to announce. طالب المستشار الألماني أولاف شولتز موسكو بإشارات فورية لخفض التوتر فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية. حضر شولتز الذي يجري زيارة إلى كييف حاليا لبحث الأزمة الأوكرانية من أن أي هجوم عسكري سيؤدي إلى ما وصفها بالعواقب الوخيمة لروسيا، واصفا الوضع بأنه لا يزال خطيرا جدا. أكد وزراء مالية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى استعداد بلادهم لفرض عقوبات اقتصادية ومالية ذات عواقب هائلة وفورية على الاقتصاد الروسي خلال مهلة قصيرة جدا، ذلك حال شن هجوم عسكري على أوكرانيا. وأعلن وزراء مالية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان في بيان أن الأولوية حاليا هي دعم الجهود الرامية إلى نزع فتيل الأزمة، لكن المجموعة توعدت برد سريع وفعال على أي هجوم عسكري روسي ضد أوكرانيا. auf eine Verletzung politischer und territorialer Grenzen in Bezug auf die Ukraine gemeinsam schnell und konsequent reagieren würden. Es kommt nicht oft vor, dass die G7 sich zu aktuellen
أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أن الحديث في الشأن العام الديني يتطلب بالضرورة إدراك المتحدث لمفهوم المصلحة العامة وبتقدمها على المصلحة الخاصة. جاء ذلك خلال اجتماع الدورة 13 لأعمال المجلس التنفيذي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي برئاسة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ. للحديث في الشأن العام عالما كان أو مفتيا أو سياسيا أو اقتصاديا أو إعلاميا لابد أن يكون واسع الأفق ثقافيا ومعرفيا فيما يتعرض له أو يتحدث عنه، وأن أي إجراء فقهي أو إفتائي أو فكري أو دعوي أو إعلامي لابد أن يضع في اعتباره كل الملابسات المجتمعية والوطنية والإقليمية والدولية المتصلة بالأمر الذي يتحدث فيه أو عنه، حتى لا تصدر بعض الآراء الفردية المتسرعة في الشأن العام دون دراسة وافية أو دون دراسة أصلاً بما يصادم الواقع أو يتصادم مع القوانين أو يتصادم مع القوانين والمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية، مما قد يسبب ضررا بالغا لوطنه ودولته وربما يشوه صورة دينه وأمته. تتواصل فعاليات مؤتمر الأسبوع العربي للتنمية المستدامة النسخة الرابعة بعنوان معا لتعاف مستدام بحضور شخصيات رفيعة المستوى بالقاهرة. للمزيد ينضم إلينا أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري. أحمد، يعني ماذا لديك؟ نعم حكمة، بالفعل هناك مشاركة كبيرة في فعاليات اليوم الثاني لهذه النسخة الرابعة للأسبوع العربي للتنمية المستدامة الذي تقام فعالياته لليوم الثاني على التوالي. تقام فعاليات هذا الأسبوع على مدار 3 أيام، بدأت يوم أمس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بمشاركة كبيرة من وفود عربية ووفود شبابية كبيرة. هذا الأسبوع يقام في نسخته الرابعة هذا العام تحت عنوان معا لتعافي مستدام للتخفيف من التداعيات والآثار السلبية لجائحة كورونا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية. هناك العديد والكثير من الجلسات التي تناقش على مدار اليوم وعلى مدار الأيام الثلاثة فعاليات هذا المؤتمر أو هذا الأسبوع لأفكار جديدة ومبتكرة للتعافي من جائحة كورونا، فضلا عن كيفية مواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي. نحن نتحدث عن جلسات في اليوم الثاني، من بين هذه الجلسات جلسة بعنوان جلسة الحوكمة من أجل التنمية المستدامة والتجربة المصرية، وتم عرض التجربة المصرية في هذا الإطار. كذلك هناك جلسة كانت بعنوان برنامج الشباب ونموذج محاكاة جامعة الدول العربية، وهذه الجلسة أيضا دورها لتعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة أو تعافي من جائحة كورونا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يمكن على يميني أيضا هناك جزء خاص من وزارة التخطيط والتنمية، وهي جزء خاص بحملة المليون ريادي أو رواد 2030، وتعرض فيها وزارة التخطيط أيضا لتجربتها في هذا الإطار، إطار التنمية المستدامة وكيف يمكن مساعدة الشباب وتقديم لهم الأفكار والمساعدات المادية وأيضا الأطروحات والأفكار لمواجهة والتعافي من جائحة كورونا في ظل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولكن يوم غدا بإذن الله من المقرر أن يتم أيضا مناقشة الأفكار الخاصة بمواجهة التغير المناخي. هناك الكثير من المبادرات المجتمعية والمبادرات الشبابية التي تقدم وتنطلق من كافة الدول العربية وهنا في هذا الأسبوع بالقاهرة لتقديم الأفكار والأطروحات المختلفة من مختلف الدول حول التعافي من جائحة كورونا ومواجهة ظاهرة التغير المناخي. نتابع معكم على مدار هذا اليوم وحتى غدا حتى الخروج بالتوصيات من هذا الأسبوع، أسبوع التنمية. نعم، لقد أوفيت أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك.
عقد وزير البترول طارق الملا جلسة مباحثات مع وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية والوفد المرافق لها، حيث تم استعراض أوجه التعاون المشترك في مجال الغاز الطبيعي. كما تم خلال اللقاء الاطلاع على آخر مستجدات المباحثات التجارية والفنية مع الشركات التي تعمل في حقل غاز أفروديت القبرصي. وتطرق اللقاء إلى أنشطة منتدى غاز شرق المتوسط، فضلا عن استعراض عدد من الموضوعات من أهمها مؤتمر قمة المناخ كوب 27 في نوفمبر من العام الحالي، والذي ستستضيفه مصر. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على انخفاض للمؤشرات بضغط من مبيعات المستثمرين المصريين، بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب للشراء. سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق مستوى 720.4 مليار جنيه، ذلك وسط تداولات بلغت نحو 4.9 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فقد هبط مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 30% ليغلق عند مستوى 11403 نقاط. كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 96% ليغلق عند مستوى 1963 نقطة. انخفض مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 81% ليغلق عند مستوى 2960 نقطة. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة عصمت ياسين، خبيرة أسواق المال. أهلا بك معنا. بداية، انخفاض للمؤشرات، ما السبب؟ مساء الخير يا فندم، مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. الحقيقة الانخفاض الموجود عندنا في السوق المصري من أول الأسبوع ده ترجع لعدة أسباب، أهمها السبب الرئيسي عندنا هو انحسار السيولة. وزي ما حضرتكم عارفين، كانت البورصة المصرية في استقبال الوفد الجديد، كان ماكرو جروب، ده كان شركة جديدة لسه أول مرة تنزل البورصة. طبعا كان في انسحاب للسيولة بشكل قوي، ممكن أقول إن في بعض اللغط على التسعير، تقييم التسعير في نفس التوقيت اللي إحنا منتظرين عدة طروحات جديدة خلال هذا العام. فإحنا بنرجو من القائمين على الموضوع إن هم يشوف موضوع التسعير عشان يكون مرضي لجميع الأطراف ونقدر نحقق المكسب المرجو منه. النقطة الثانية، النهاردة شاهدنا في خلال جلسة اليوم إن كان في عندنا مبيعات من المؤسسات المصرية والأفراد المصريين، ودوت ممكن أقول لحضرتك إن هو كان شيء طبيعي علشان تقفيل نسب المديونيات المفتوحة في الشركات. كانت عندنا برضو الأجانب لسه أسترى عندنا في منطقة البيع، لكن كان في شراء انتقائي وبحذر شوية من العرب. يعني إن أقدر أقولك إن العرب النهاردة هم اللي كانوا أكتر ناس شاريين، لكن برضو نقدر نتكلم برضو بتفاؤل شوية إن إحنا كان عندنا أخبار عالمية كانت مؤثرة على شهادة المتعاملين ككل في جميع أنحاء العالم، مع ظهور أخبار بإن في بعض المشاكل موجودة في أوكرانيا بدأت تتحلحل وتخلص القصة دي، بدأت تفتح الشهية ثاني للمجازفة والمضاربة. فإحنا شفنا إن في استقرار نوعا ما، نقدر نقول في الثلث الأخير في الجلسة أو بالأخص العشر دقايق الأخيرة كان في بدأت قوى شرائية تظهر تقتنص الفرص الاستثمارية في آخر 10 دقائق في الجلسة، اللي هو بيأكد لك إن لازلت عندك المنتجات الموجودة في البورصة المصرية منتجات إيجابية وقوية وجاذبة للاستثمار، لكن ينقصها بعض التعديلات وترتيب الأوراق زي ما بنقول فقط لا غير. نعم، أشكرك شكرا جزيلا أستاذة عصمت ياسين، خبيرة أسواق المال. سجلت أسعار النفط أعلى مستوى منذ أكثر من 7 سنوات، وسط مخاوف من أن يؤدي هجوم روسي محتمل على أوكرانيا إلى فرض عقوبات من الولايات المتحدة وأوروبا وتعطيل صادرات الطاقة من أكبر منتج في العالم. فبلغت العقود الآجلة لخام برنت 95.47 من السنتات للبرميل لتصل بأعلى مستوى منذ أكتوبر 2014. ارتفع الخام الوسيط الأمريكي إلى 94 دولار و23 سنت، وهو الأعلى منذ سبتمبر 2014. ختام نشرتنا إلى عناوينها. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم على هامش انعقاد معرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022. خلال افتتاح معرض إيجيبس 2022، الرئيس السيسي يؤكد إنفاق 400 مليار دولار لتطوير البنية التحتية في 7 سنوات.
أبو الغيط يشدد على أهمية التوافق السياسي الليبي باعتباره الضمانة الحقيقية للحفاظ على الاستقرار. انتهت الثالثة، دمتم في أمان الله وحفظه. في أمان الله.